ببالغ الحزن والأسى وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله. أخونا وصديقنا زوج الصحفية أميرة شويعل عدلان شويعل، الصحفية الغنية عن التعريف بقناة الهداف والمناصر الوفي لفريق اتحاد الحراش، وهذا إثر سكتة قلبية ليلة البارحة. وبهذا المصاب الجلل نتقدم نيابة عن جميع أبناء الحي بأحر تعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، رجين من الله عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنا لله وإنا إليه راجعون.